بالنسبة إلى الأذكار والأدعية كلها سواء، لا بالنسبة للتلحين ولا للترتيل ولا لغيره. لكن في مثل جانب وخصوصا القنوت، القنوت يعني يمكن أن يكون هناك إشكالية في قضية القنوت بالنسبة إلى الصوت المعتاد من الإنسان في دعائه، لا إشكال في ذلك. لكن أن يحرص على الترتيل كما يرتل القرآن فهذا مما لم تأتي به الشريعة ويجب أن يجتنبه المسلم. لكن بالنسبة إلى الأمر الاعتيادي يعني طبيعي، هذا هو نفس نبرة صوته، نفس نبرة الصوت، يعني دعاء بنفس النبرة المعتادة التي يقرأ بها، التي يقرأ بها قراءة اعتيادية ليس ترتيلا، بمعنى أنه بعضهم الآن يمد مدودا وينغم ويشد ويأتي مثلا بأحكام التجويد النون الساكنة والميم الساكنة وما شابه ذلك، فهذا لم يرد ويجب أن يجتنب. ولذلك ربما أن الناس يغفلون عن هذا الجانب فيما مضى، لكن وهذا من القدم يعمل كذا، لكن من تبين له الحق من هؤلاء الأئمة فيجب عليه أن يعود، أن يكون الدعاء دعاء اعتيادي ولا نشدد. أصل هذا الدعاء معتاد، هذا نفس النبرة العادية، ما هو نفس القراءة، القراءة تختلف، القراءة واضحة أن هذا يرتب، لكن لما يقول دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، هذا دعاء طبيعي. ما كان يفعل وما كنا نفعله فيما مضى فإن هذا نتراجع عنه، ويكون دعاء القنوت دعاء عاديا بطبيعة الإنسان. ولذلك قد يخفى على طالب العلم ما يخفى عليه، لكن متى ما تبين له الحق فيجب عليه أن يعود. الدعاء الذي يأتي الإنسان به من نفسه هذا لا إشكال فيه، لأن عمر رضي الله عنه زاد على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الحسن، مع أن الأفضل أن يقتصر المسلم على ما ورد فهو خير وأطيب له.